نريم فيديوهات مروان يلمحون عن ارتباطهم وتسريب فؤاد لفيديو أسامة القادم، شاهدوا المزيد من التفاصيل. بداية مع اليوتيوبر نارين بيوتي التي نشرت ستوري علقت عليه بي قررت الزواج لأسس أسرة. وبالأمس أيضا انتبه المتابعين إلى أن نارين بيوتي تلمح على موضوع الزواج، حيث علقت على الستوري بالأمس أنها ستدلل أهل زوجها المستقبلي. وهناك من توقع أن نارين بيوتي قريبا ستعلن عن ارتباطها، وأيضا هناك من توقع أن نارين بيوتي ترسل رسالة لشخص ما. فمن تعتقدون أن يكون هذا الشخص؟ أيضا صديقة مروان نشر ستوري لغاية مروان وهو يتحدث في الهاتف، علق عليه بي يحكي مع النسوان. ومحمد الشعار يلمح أيضا عن ارتباط غيث مروان في هذه الفترة. قام فؤاد صديقة مروان بتسريب لقطة من فيديو أسامة القادم، حيث كانوا متواجدين في منزل أسامة، وعلى الأغلب فإن الفيديو اقترب من النزول. يلا 30 لاعب 10 لعيبه بحرف 10 لعيبه بحرف الاي. يلا جاهز روح. ألسن بيكر شو اسمه ارنولد اخذ مني اندري نيستا اسنسيو البيول ضاع لك لحظه ما لعبت شيء ولا لحظه ابيدال كم صار وقت شوف عندك 10 لحظه 9 نور ماريو حدا لأغنية حزينة. الأغلب يتوقع أن الأغنية ستكون موجهة إما لقمر الطائي أو لانا محمد، فمن تتوقعون؟